السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مدارس الإدريس الأهلية المختلطة للصف الأول الابتدائي. شلونكم حبايبي صف الأول الحلوين؟ إن شاء الله يا رب بخير. اليوم عندنا درس رأينا وردا. درسنا اليوم رأينا وردا. خلي أشوف اليوم شنو الجديد بدرسنا. اليوم درسنا عندنا تنوين الفتح وتنوين كسر، تنوين فتح وتنوين كسر. خلي أشوف شنو تنوين الفتح. إحنا عرفنا تنوين الضم ضمة عدها رمش، صوت تنوين الضم أن، صوت تنوين الضم أن. خلي أشوف تنوين الفتح وتنوين الكسر شنو صوتهم. عدي هنا أنا، هذا تنوين الفتح، فتحتين فتحتين معناه تنوين فتح. زين خلي أشوف شنو صوت تنوين الفتح. تنوين الفتح صوته أن أن أن. دائما تنوين الفتح يجيني فوق الآ، وين يجيني؟ فوق الآ، وبكل الحروف يجيني فوق الآ، ما عدا كم حرف بعدين ناخذه أوضح لكم إياه ليش ما يجيني فوق الآ. هسا عدي هاني ذني الحروف اللي ما أخذتهن أنا بدروسنا، كله يجيني تنوين الفتح فوق الآ مع الحرف. هذا هسا تنوين فتح. تنوين فتح شنو صوت تنوين الفتح؟ أن أن أن. د ويا تنوين فتح صار لي دن 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 دن. د وأن دن شنو صوت تنوين الفتح؟ أن أن أن. أريد ما ترددون وياي. أر هذا حرف الأر، أخليه ويا تنوين الفتح. أر وأن رن 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 رن. حرف القاء ق أن قن 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 قن. شنو صوت تنوين الفتح؟ أن، صوت تنوين الفتح أن أن أن. ويا الحروف دن دن دن، رن رن رن، قن قن قن. تمام ماما؟ هسه أجي التنوين الكسر. تنوين الكسر شنو؟ تذكرون الكسرة صوتها شنو؟ إي. الكسرة شنو كان صوتها؟ إي. تنوين الكسر هو كسرتين، وهم يجيني جوا الحرف. تنوين الكسر وين يجيني؟ هم يجيني جوا الحرف. بالتنوينات شنو اللي يختلف عن الحركات؟ التنوينات يجيني فقط آخر حرف بالكلمة، الفتحة والكسرة والضمة كان يجيني بالبداية بالوسط بالأخير، لكن التنوينات دائما يجني على آخر حرف. وين يجني التنوينات؟ آخر حرف. تنوين الضم وتنوين الفتح وتنوين الكسر وين يجني؟ على آخر حرف بالكلمة. تمام ماما؟ هسا عندي تنوين الكسر هنا. شنو هنا عندي؟ تنوين كسر. وين إجاني؟ جوا الحرف. وين إجاني؟ جوا الحرف. شنو صوت تنوين الكسر؟ تنوين الكسر صوته إن إن إن. شنو صوت تنوين الكسر؟ إن إن إن. يعني د وياها تنوين كسر صارت دن دن دن. حرف الأر وياها تنوين كسر رن رن رن. ماما وياي ترددون، أريد ترديد وياي حبايبي. حرف القاء وياها تنوين كسر قن قن قن. تمام يا ماما؟ هسه أخذنا تنوين فتح صوته أن، وتنوين الكسر صوته إن. دن رن قن. ويا تنوين الكسر دن رن قن. تمام ماماتي؟ هسه أجي درسنا. لمن أجي؟ درسنا الجديد. درسنا الجديد رأينا وردا. رأينا وردا. خلينا نشوف أتهجى وأقرأ ونشوف
أصوات الحروف ويا التنوينات. يلا ماماتي وياي. ر ا ر ا ي رأينا 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 رأينا. وأردا وردا وأردا وردا رأينا وردا. هذا الورد وتو همينا ورود حلوين. مازين مازن مازين مازن. يقول يقول مازن يقول. رأينا رأينا. وأردا وردا. وقطارا قطارا. لاحظوا وياي تنوين الفتح. وقطارا قطارا. وزورقا زورقا زورقا زورقا. رأينا وردا وقطارا وزورقا. لدينا لدينا. طبق 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 طبق. ورد ورد. لاحظ هنا تنوين كسر. لدينا طبق ورد لدينا طبق ورد. شوفوا ماما حتى من جاي أقرأ دفأة واحدة بس أني جاي أفصله حرف حرف أثناء قراءتي. حتى لو دفأة واحدة بس جاي أوضح لكم. انتبهوا. لدينا طبق طبق ورد ورد. وأرنب أرنب. أرنب وأرنب وأرنب. في قطار قطار. وأرنب في قطار. وزورق وزورق. من من. ورق ورق. وزورق من ورق وزورق من ورق. راح أعيد الدرس ماما وياي. انتبهوا. رأينا وردا رأينا وردا. مازين مازن. يقول يقول. رأينا رأينا. وأردا وردا. وقطارا وقطارا. وزورقا وزورقا. رأينا وردا وقطارا وزورقا. لدينا لدينا. طبق طبق ورد. لدينا طبق ورد. وأرنب وأرنب. في قطار قطار. وزورق زورق. من ورق ورق. أريد ماما من عندكم شنو تدزولي الواجب كتابة الدرس مرتين وقراءته. إلى اللقاء في درس لاحق.